التخصص بتاعك قوله لي مبسط، اوكي، ونشرح هنستفاد بايه في الرقم. هو ان ازاي اقدر يعني مثلا في شركات، الشركه بيبقى فيها قسم الانتاج والمكنه اللي بتنتج والمخازن والحسابات. الكلام ده بيحصل مانيوالي بالايد، بيتسجل مثلا الانتاج بيخرج، بيتسجل في المخازن ونقعد نكتب وبيطلع للحسابات. في بيحصل سرقه، بيحصل غلطات بعد الشر، بعد الشر لو ناس وحشه، ما مش كلهم بس كده. بيحصل غلطات، مش لازم سرقه، غلطات. تمام. فازاي نقدر نحل الموضوع ده، وان احنا ازاي نربط المكن ان هو يطلع انتاج، يتربط على سوفت وير، السوفت وير ده يسمع مع سيستم الحسابات ويسمع في سيستم المخازن.